بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن أكمل الخلق هو الذي يصلح نفسه ويسعى في إصلاح غيره، وينبغي عليه في سبيل ذلك أن يكون ممن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وممن يوطن نفسه على احتمال الأذى، لأن هناك فاسدون كما ذكرنا، وهناك من هم أشد خطرا وهم المفسدون الذين يواجهون كل محاولات الإصلاح، وربما ارتدى هؤلاء ثوب المصلحين أحيانا، وكم رأينا من أناس يتشدقون بأنهم كانوا ضد الظلم الذي كان، وهم كانوا من جنوده وكانوا من أعوانه، إما ظاهرا وإما باطنا. فكم منهم من كان عونا بالدعم المباشر الصريح، وكم منهم ممن كان يفسد في مجالات أخرى، حتى إذا كان ذلك الفساد، لأن الفساد يعين المستبد على استبداده، ولكنهم عندما سقط ذلك الاستبداد رفعوا راية أنهم كانوا مجاهدين ضد ذلك الاستبداد، كارهين له إلى غير ذلك. ولا بأس، فالأمور على ما عند الله عز وجل لا على ما عند الناس، وليدعي كل مدع ما يشاء. ولكن ما هي أبرز علامات الاستبداد؟ إن الإنسان إذا ما غرته قوته من مال أو جاه، وأشد ذلك السلطان، فإذا غر الإنسان سلطانه يبدأ بالاستعلاء على الخلق، وكأنه خلق من عجينة غير التي خلقوا منها، وكأنه خلق ليكون حاكما وخلق الآخرون ليكونوا محكومين، فلا يرد له حكم ولا تعقب له كلمة، اللهم إلا بالثناء التام والمدح الجليل، وما سوى ذلك فلا يسمح لأحد أن يتكلم. وفي عندما تعظم بذرة الكبر الخبيثة في النفس يقل من العبد تذكر أنه عبد، وتذكر أنه ميت، وتذكر أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فينسى الآخرة ويبدأ ينظر إلى ما في أيدي الناس من أسباب. لو ظلمهم وأكل أموالهم وضرب أبشارهم، ماذا يملكون له من قوة؟ وهو ينسى أنه إذا كانت قوتهم تجاهه ضعيفة فهو سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه نفسية المستبد وطبيعته، يعزل نفسه عن من يحكمهم بأنواع من الألفاظ والعبارات والعادات والتقاليد، لا سيما إذا استورد ذلك من عادات شعوب أخرى تشعر بنوع من الاستعلاء على شعبه. وكم رأينا أن الحاكم إذا بمجرد أن يصير حاكما ينزع عن زوجته اسم أبيها فيلحق اسمه باسمها، كنوع من التفرنج والشعور بأنه صار من غير ذا هؤلاء القوم الذين يحافظون للزوجة على اسم أبيها إلى أن تموت. وهذه قضية جانبية، لا ندري كيف يرمين هؤلاء القوم بأننا نظلم المرأة وهم يهدرون نسبها، فينزعون عنها أول ما تتزوج اسم أبيها،
ويعطونها اسم عائلة زوجها، فإن مات عنها وتزوجت آخر حملت اسم عائلتين ليس منهما اسم العائلة التي ولدت من صلب آبائها، وإنما من تزوجت منهم. فإذا صار الحاكم عندنا حاكما فأراد أن يظهر أنه صار من جنس آخر غير جنسنا، يكون هذا من أول ما يصنع. فلما من الله عز وجل عليهم برجل لم يفعل هذا وحافظ لزوجته على اسم أبيها، اعتبروا أن هذا منهم لا يرقى إلى أن يصير حاكما، وكأنهم قد اعتادوا أنهم لا يريدون إلا حاكما متفرنعا عليهم، متسلطا متجبرا يعزل نفسه عنهم. فلما خاطبهم بقوله يا أهلي ويا عشيرتي، قالوا هل نحن نجلس في عائلة في جلسة ريفية حتى يخاطبنا بهذا اللقب؟ وأين ما كان يخاطبنا به سلفه أيها الإخوة المواطنون، وهي كلمة جامدة ليست فيها من المودة والصلة التي يريد ذلك الرجل أن يقول أنه وإن صار حاكما فهو لم ينسى أنه رجل من عامة ذلك الشعب. فكأنهم قد أدمنوا أن يكون حاكمهم مستبدا متفرعنا متسلطا متجبرا. ثم إذا قال لهم إنني أخشى إن ظلمتكم وإن عصيت الله فيكم أن يحاسبني الله عز وجل، لأنني أدرك أنني سوف أقف بين يدي الله عز وجل، قالوا هل نسى نفسه؟ وهل ظن أنه يخطب بنا خطبة في مسجد حتى يذكر الموت وحتى يذكر اسم الله عز وجل في كلامه 33 مرة؟ وترى هل تعمد أن يصل إلى ذلك العدد إلى غير ذلك من أنواع السفه الذي لا يمكن أن يتصور من إنسان عاقل مسلم؟ من المفترض أنه يحب أن يسمع ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا كانوا يتكلمون بلغة الديمقراطية ولغة أن الحاكم ينبغي أن يكون انعكاسا لشعبه، ألا يرون أن عامة الشعب حتى من لا يسمي نفسه متدينا يحرص على ذكر الله تبارك وتعالى، فيذكر الله عز وجل عند افتتاح عمله وعند جميع شؤونه؟ فلماذا إذن في هذه النقطة بالذات ينبغي أن يعزل الحاكم نفسه عن شعبه فيكون شعبه ممن يلهج لسانه بذكر الله؟ فنحن بفضل الله تبارك وتعالى حتى من لا يسمي نفسه متدينا من أبناء ذلك الشعب لا يذكر شيئا مستقبليا إلا أن يقول إن شاء الله، ولا يذكر نعمة أنعم الله بها عليه إلا أن يقول بحمد الله. فلماذا إذن يراد من هذا الشعب فقط دون سائر شعوب الدنيا أن يظل حاكمه متجبرا عليه منعزلا عنه، وبالأخص منعزل عن روح التدين التي فيه؟ فإذا كان الشعب يردد تلك العبارات فلا ينبغي لمن صار رئيسا أن يفعل هذا. ثم إذا أراد الرجل أن يعبر أنه لم يرى في نفسه شيئا زائدا عن سائر الخلق، فهو لم يرفع عنه التكليف بصلاة الجماعة فيريد أن يصلي الجماعة، لا يجد غضاضة في أن يشتري طعامه وشرابه، فتجد أن الجميع يعتبر
أن هذه الأمور من الكوارث، رغم أن الغرب الذي ينقلون عنه ويفرحون بنموذجه ربما يهللون ويصيحون ويرفعون الحاكم فوق الأعناق إذا ما أعطى رسالة أنه ابن للشعب الذي خرج منه. فتجد الواحد منهم لا سيما في خطاب التنصيب، ليرجع إلى خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي، يحاول أن يأتي ببعض العبارات المأثورة من الذين أسسوا لتلك البلاد، ولكن هو ليس عنده من مأثور إلا عبارات أثرت عن بشر مثله ممن أسسوا لتلك الإمبراطورية الوليدة التي هي مبتورة الثقافة، بينما نحن لدينا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفيض ما فيهما من عبارات وما فيهما من مواعظ تفيض على ألسنة الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا جميعا إن كنا كما تعلمون نقول أننا إن أحسن الحاكم كنا معه، وإن أساء كنا معه أيضا، ولكن بالنصح والإرشاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولكن هذا الطعن على هذه السلوكيات لا أقول أنه فيها مظلوم ينبغي أن نرفع عنه الظلم، بل نحن جميعا نظلم حينما يريدون أن يقرروا قاعدة أن الرئيس أيا ما كان إذا كان رئيسا لابد أن ينسلخ عن شعبه، وأول ما ينسلخ عنه عبارات ذكر الله عز وجل في لسانه، وأول ما ينسلخ عنه ذكر الموت وذكر الحساب أمام الله تبارك وتعالى، وأول ما ينسلخ عنه لغته العربية. قد استنكروا عليه ألفاظ يقولون هي مستوحاة من اللغة القديمة، وكأنه لابد أن نحاكي ما يقوله الغرب أيضا في كل أموره. أنبغي علينا جميعا أن نقول لجميع الخلق: أنتم خلعتم المستبدين. والاستبداد يأتي من أن ينفصل الحاكم عن الناس، ثم معه أو قبله أو بعده ينسى أن هناك يوم آخر، وأن هناك قيامة، وأن هناك خالق فوقه، وأنه ينبغي عليكم حتى وإن أتاكم حاكم ليس ينتمي للتيار الإسلامي كما يقولون، أن تطلبوا منه أن يكون دائما منكم في عاداته وتقاليده، وأن يكون دائما متذكرا أنه سيقف أمام الله تبارك وتعالى، لأن هذا من أعظم موانع الاستبداد. فكل ما في الدنيا من وسائل قد يمكن التحايل عليها، وقد رأينا، فلا يمنع من ذلك إلا أن يكون الناس مستعدون، وأن يكون دائما من يصل، لا أقول إلى أن يكون رئيسا عاما للبلاد، بل من ولي أمر مصلحة يسيرة، ينبغي أن يكون أول ما نذكره به أنه إن استطاع أن يتحايل على القوانين، وإن استطاع أن يتحايل على صور الرقابة الشعبية وغير الشعبية، فإن الله يراه. لماذا يريدون أن يفقدوا الناس هذه الوسيلة من وسائل المراقبة على حكامهم؟ أم لأنها تنتسب إلى الدين وهم يكرهون الدين فهم لا يريدونها حتى وإن كان ينفعهم في دنياهم؟ أم أنهم في واقع الأمر يريدون أن يقولوا للناس أنه عودوا إلى عصر المستبدين أفضل، عودوا إلى عصر الظالمين أفضل، إلى غير ذلك من أنواع الرسائل التي ينبغي علينا أن نتصدى لها أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نشيع في الناس أن هذا الذي يستنكرونه هو الذي يضمن لهم أن يعيشوا في سلام وأمان، وأن يمنعوا
من يحكمهم من أن يستبد، فإن السلطة مغرية لكل أحد. الذي يمنع من استبداد السلطة أمور من أهمها أن يظل الحاكم مرتبطا ارتباطا وجدانيا بمن يحكمهم، يشابههم في عاداتهم وأحوالهم، وأهم من ذلك كله أن يظل مراقبا لله تبارك وتعالى، مدركا أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيها أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. جعلنا اللهم المتقين إماما، المغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.